احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على كرسي مار مرقس، وجاء ذلك في احتفالية كبرى ضمت العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وبحضور كافة الإيبارشيات بمختلف محافظات مصر. المشروعات التي تتم على أرضس من حظنا السعيد إن إحنا نرى هذه المشروعات الكبيرة والضخمة ونرى مصرنا بلادنا إزاي تتقدم وإزاي بيبقى اسمها عالي في وسط كل الأمم. وآخر مشهد شفناه في مؤتمر المناخ اللي انعقد في شرم الشيخ وإزاي إن مصر كانت محطة أنظار العالم على مدى أسبوعين.